بالنسبة لي هذا التمرين. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس أو في هذه الحصة سأقوم بحل بعض التمارين حول النظمات، ومنها النظمة البارامترية التي تحتوي على بارامتر M، وسنرى كيف نتصرف لحل هذه النظمة. سوف نقوم بتحديد المحددة دلتا تساوي M، هنا 1 3 M تساوي M في M، M في 2 ناقص 1 في 3 3. يمكن أن نعملها تعطينا متطابقة هامة، وهي M في 2 ناقص جذر 3 في 2 تساوي M ناقص أو زائد جذر 3 عامل لM زائد جذر ناقص جذر 3 ناقص جذر 3. الآن سوف نناقش هذا دلتا. إذا كان الدلتا يساوي صفر، إذا كان دلتا يساوي صفر، أي هذا الجداء يساوي صفر، M زائد جذر 3 عامل لM ناقص جذر 3 يساوي صفر، يعني M هنا يساوي ناقص جذر 3 أو M يساوي جذر 3. إذا وضعنا هذا يساوي صفر يعني M تساوي ناقص جذر 3، هذا يساوي صفر يعني M تساوي جذر 3. الآن سوف نأخذ M تساوي ناقص جذر 3. سوف نرى هذه الحالة، النظمة تصبح ماذا؟ تصبح ناقص جذر 3 x زائد 3 y تساوي جذر 3. هنا x زائد ولا ناقص جذر 3 y تساوي 1. نحل هذه النظمة لأننا قد افترضنا أن M تساوي ناقص جذر 3، فهذه الحالة الدلتا يساوي صفر. هنا غادي ناخذ M تساوي ناقص جذر 3، سنرى ماذا سيقع. نحل هذه النظمة، إذا انتبهنا هنا، سوف إذا أردنا حل هذه النظمة عن طريق التأليف الخطية نضرب طرفي المعادلة 2 في جذر 3. النظمة تصبح ناقص جذر 3 x زائد 3 y تساوي جذر 3، وهنا نضرب في جذر 3 تولي لنا جذر 3 x ناقص جذر 3 بجذر 3 هي 3 y تساوي جذر 3 في 1 هي جذر 3. نجمع طرف بطرف، نجمع طرف بطرف، ماذا تصبح النظمة؟ ناقص جذر 3 x زائد جذر 3 x صفر، ناقص زائد 3 y ناقص 3 y صفر، جذر 3 زائد جذر 3 هي زوج جذر 3، يعني تعطي لنا صفر تساوي زوج جذر 3. لا يمكن، لا غير ممكن. إذن في هذه الحالة مجموعة الحلول هي المجموعة الفارغة. نشوفوا الآن الحالة الثانية، إذا كان M يساوي جذر 3، قبيلا خدينا ناقص جذر 3، الآن نأخذ القيمة الثانية M تساوي جذر 3. النظمة تصبح تصبح نعوض بجذر 3، جذر 3 x زائد 3 y تساوي جذر 3، وجذر x زائد جذر 3 y تساوي 1.
نحل هذه النظمة عن طريق التأليفة الخطية، كذلك نضرب هنا في ناقص جذر 3، تولي لنا جذر 3 إكس زائد 3 إكراك تساوي جذر 3. ناقص جذر 3 في إكس هي ناقص جذر 3 إكس، ناقص جذر 3 في جذر 3 هي ناقص 3 إكراك تساوي ناقص جذر 3 في 1 هي ناقص جذر 3. نجمع طرف بطرف، هنا غادي تعطينا الصفر، هنا تعطينا الصفر، وهنا الصفر، يعني نحصل على نظمة مجموعة حلولها هي تقبل ما لا نهاية من حلول. يعني لما نجد صفر تساوي صفر، يعني أن المعادلتان متكافئتان، متكافئتان، ومجموعة حلول النظمة هو مجموعة حلول إحدى معادلتي النظمة. ألور نأخذ إحدى معادلتي النظمة الأولى، المعادلة الأولى عوضنا بجذر 3، جذر 3 إكس زائد 3 إكراك تساوي جذر 3، هنا إكس زائد جذر 3 إكراك تساوي 1. إذن المعادلتين متكافئتان، وبالتالي مجموعة حلول النظمة هي مجموعة حلول إحدى معادلتي النظمة. نأخذ الأولى الثانية، عندنا x زائد جذر 3 y تساوي 1، x تساوي 1 ناقص جذر 3 y. إذن وبالتالي مجموعة حلول النظمة هي المجموعة غير المنتهية، نديرو 1 ناقص جذر 3 y هو ال x و y. إذن مجموعة الأزواج على هذا الشكل، في حيث y عدد حقيقي. دونك فوالا، احنا حلينا هذه النظمة. الآن سنرى نظمة أخرى من نوع آخر، معادلة أو نظمة بثلاث معادلات من الدرجة الأولى بثلاثة مجاهيل x y و z. عندنا السؤال هو حل النظمة، ولا ناخذ ثلاثة معادلات من الدرجة الأولى بمجهولين، ومن بعد نحل النظمة بثلاثة معادلات من الدرجة الأولى بثلاثة مجاهيل. دونك مثلا أن حل النظمة في R 2 فيها ثلاثة ديال المعادلات، 5x ناقص 3 إكراك تساوي 1، و x زائد 2 إكراك تساوي ناقص 5، و 2 x زائد إكراك تساوي ناقص 4. دونك نحل هذه النظمة التي تحتوي على ثلاث معادلات من الدرجة الأولى بمجهولين. دونك لحل هذه النظمة نأخذ المعادلتين 1 و 2، هذه 3، ناخذ نحل النظمة المتكونة من المعادلتين 5x ناقص 3y تساوي 1، x زائد 2y يساوي ناقص 5. ندير لها الدلتا ولا طريقة التأليفة ولا اللي بغينا، ندير الدلتا. عندنا 5 1 ناقص 3 زوج تساوي 2 5 10، ناقص ناقص 3 هي زائد 3 تساوي 13، تخالف الصفر. إذا حلين، هناك حل وحيد لهذه النظمة. دونك x يساوي دلتا x على دلتا، دلتا x هو دلتا x. دونك في الرقم هنا دلتا x نديرو 1 ناقص 5 وناقص 3 زوج، تعطينا زوج في 1 في زوج هي زوج، ناقص 15 على دلتا اللي هي 13، تعطينا ناقص 13 على 13 هي
ناقص واحد. دونك فوالا اكس. دروك الايكغيك يساوي دلتا ايكغيك على دلتا. دلتا ايكغيك، دلتا ايكغيك 5 1 و 1 ناقص 5 على 13 على الدلتا. ناقص 5 في ناقص 5 ناقص 25. واحد في واحد يا نديرو ناقص واحد على 13 تعطينا ناقص 26 على 13 تساوي ناقص 2. إذن الزوج ناقص واحد وناقص 2 هو حل لهذه النرمال المتكونة من واحد واثنان. الآن سنعوض x بقيمتها اللي هي ناقص واحد و y بناقص 2 في المعادلة الثالثة. سنرى إذا كانت صحيحة أم غير صحيحة، يعني هل الزوج ناقص واحد ناقص 2 يحقق المعادلة الثالثة. نعوض زوج في ناقص واحد زائد y هي ناقص زوج تساوي زوج في ناقص زوج هي ناقص زوج، ناقص زوج تساوي ناقص 4. إذن فهذا الزوج يحقق المعادلة الثالثة، وبالتالي إذن الزوج ولا اس نديرو ديريكتومون اس يساوي ناقص واحد ناقص اثنان. هذا هو الحل الوحيد لهذه النظمة المتكونة من ثلاث معادلات من الدرجة الأولى بمجهولين. أعيد الطريقة، نأخذ معادلتين، نحل النظمة المتكونة من معادلتين، والنتيجة نعوضها في المعادلة الثالثة. إذا كانت تحقق فذلك الزوج هو حل لهذا النظمة المتكونة من ثلاث معادلات. إذا كان لا يحقق فالنظمة ليس لها أي حل.